طيب في معرض حديثك عندما ذكرت أن المفتي طالب أيضا بالتحقيق معك، أنت المفتي، قلت أنك لا تكترث بكلام نعم لا أكثر بكلام المفتي، المفتي، لأن ما هي مشكلتك السيد مع الصادق، المفتي؟ ما عنديش مشكلة مع السيد الصادق الغرياني. السيد الصادق الغرياني شخص من خلال هذه المهمة حقيقة أحرج الدولة كثيرا بتصريحات غير مسؤولة، لا تنم عن رجاحة عقل ولا تنم عن شخص يعرف معنى المسؤولية. الشخص جالس في مكانه في بيته أو في مكتبه ويأتونه جملة من الحواري المريدين، يا شيخنا الجليل فيه كذا وكذا وكذا كذا، يؤسس عليه تصريح أو فتوى ويتكلم إلى الناس وبعد ذلك يتراجع فيها. يعني لما قال هذوم جائز قتالهم وبعدين في المساء سحب الكلام بتاعه، لما جو مجموعة بنغازي صدر قول أن فيه 6 أشخاص جايين من البنغازي ليبيا وهم من أحد بلدان الخليج، جو ليبيا ومن ليبيا ماشيين لتركيا على أساس بيمشي يقاتلوا في تركيا في سوريا، سوريا وضبطوا في مطار بنين وحبسوا. فصدر بيان قالوا عن المفتي، فقال إن يا للعار الضيوف يعتقلوا في بنغازي، وبعدين صدر تكذيب له أكثر من مرة. الرجل أول حاجة مثير، مثير للتوتر، مثير للفتنة، يتكلم دون حساب، لا يتردد في أن يقول كلام ولا يعتقد أنه مفتي، تكلم بطريقة اللي أتحدث عني بطريقة فيها نوع من الاستخفاف، فيها نوع من 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 السخرية، فيها نوع من الشماتة لما تكلم عني أنا، وهذا لا يليق بمفتي. مفتي المفروض يكون راجح العقل، مسؤول، يكون آخر من يتكلم ويكون كلام الفصل ويكون كلام في الفتوى. لكن إذا كان بيكون طرف سياسي مناصر لطرف معين دون غيره، هذا أمر بيتدخل في موضوع تعيين وزير الألقاب، بيتدخل في تعيين بعض الموظفين المتعلقين ببعض المرافق الإسلامية. شوفوا المفتي أصبح وكأنه رئيس حزب سياسي. فأنا أقول في هذا الموضوع أن الشيخ صادق أنا ينبغي فعلا أن يجنب نفسه هذه المهمة ويستريح، لأن أساء أكثر مما ينبغي لمهمة المفتي. وهذا الرأي العام في ليبيا كل جله عند هذا القناع، إلا من يحيطون به من حواريه. وأنا لما كنت رئيس الحكومة أثير موضوع كتابة مذكرة المؤتمر الوطني العام حتى لفحص الرجل، يعني من الناحية الجسدية ومن الناحية النفسية، هل هو يعني في وضع فعلا يؤهل للإفتاء أو لا يؤهل للإفتاء. فينبغي هذا الأمر يكون واضح. أنا الشيخ المفتي الكلام اللي قاله قلت لك لا أكترث به، لأن طرف، ولأن مغرض، ولأن لم يكن نزيها في طيب هذا طيب الأمر. خلينا نرجع